أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية. صلى الله عليه. مستدرا فيض البركات على ما ناله وأولاه. هنية. صلى الله عليه. ممتطئا من الشكر الجميل مطايا. اللهم صل وسلم عليه. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية. صلى الله عليه. المنتقل في الغرر الكريمة والجبال. اللهم صل وسلم عليه. وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية. صلى الله عليه. ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. أستجد به هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية. صلى الله عليه. وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطاه. اللهم صل وسلم عليه. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا. صلى الله عليه. من النسب الشريف عند أن تحل المسامع بعلاه. اللهم صل وسلم عليه. واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية. صلى الله عليه. فإنه لا حول ولا قوة إلا الله.
ما سرى البرق يلمع
صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي انتمى الارتقاء لعليا. اللهم صل وسلم عليه. ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصي في بلاد قضاعة القصية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حما. ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية. وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير والتقى. كنانة بن خزيمة بن مدركة بن النياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية. وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى. ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وابا. اللهم صل وسلم عليه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتدما. اللهم صل وسلم عليه. فأعظم به من عدل تألقت كواكبه الذرية. وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. اللهم صل وسلم. نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجوم الجوزاء حبذا عبد سودد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء. طهره الله تعالى من صفات الجاهلية. أورد زين العراقي والده في مورده الهنيء. اللهم صل وسلم عليه. حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبه معاره من آدم وإلى أبيه وأمه. سرات سرى نور النبوة في أسارير قررهم البهية. وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. أكبر الله قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
inshallah, we're going to have a qasida. We've had two chapters so far. Next is a qasida, Ala Maraina, which basically translates, I haven't seen. The full sentence, Ala Maraina, Mithla Yatim, I haven't seen this type of offer, inshallah. It's about the Prophet. It's all about the praises and the sifat of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Mm-hmm.
البحر العميم أبشرك فبشر يا محب المصطفى أبشرك فبشر يا محب المصطفى بنيل العطايا Oh, no.
اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه صلى الله عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقة المحمدية صلى الله عليه وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخص القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبى كل صب لهبوب نسيم الصبا الأرض بعد طول جذبها من النبات حللا سندسيا وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجان جنا ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها صلى الله عليه واحتست العالم من السرور كأس حمية وبشرت الجن بإذلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية وليج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه اللهم صل وسلم وأوتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية صلى الله وسميه إذا وضعتي محمدا لأنه ستحمد عقبا عبدالله قبر كريم بعذب شديد من صلاة صلى الله عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله اللهم صل وسلم وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح تسعة أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم أيها الصدق